السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم فيديو جديد من قناة بيوتنا واطفالنا. ناس الاول مرة تشوفنا، يا ريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اسفل الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة ان شاء الله احنا هنشوف مع بعض طريقة سهلة جدا لتنظيف اصعب الدهون، وخصوصا الدهون اللي في الشفاط. ازاي تنظفي الشفاط بتاعك باسهل طريقة؟ الشفاط بتاعي مركون بقاله فترة كبيرة قوي ما نظفتوش. بصوا ده شكله عامل ازاي، ده غير كمان اللي انا نظفته من هنا كده. ان شاء الله دلوقتي هجيب لكم طريقة هايلة جدا ومش مكلفة خالص، وتعالوا بينا هنبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة ديت هي باستخدام الملح. طبعا الملح مكون اساسي وموجود في كل بيت ومش مكلف خالص. احنا النهاردة ان شاء الله هننظف الشفاط ده باستخدام الملح، وهنشوف مع بعض الطريقة دي ازاي. وان شاء الله بعد الطريقة دي هتدعيلي من غير لا سلك ولا صابون ولا اي حاجة من دي خالص. هناخد كده شوية ملح، هتفضي شوية ملح في طبق زي ما انت شايفة بالطريقة دي. هاخد شوية ملح، اللي خايفة على ايديها ممكن تلبس جوانتي، او بعد كده ممكن تغسلي ايدك بمية سخنة وصابون عادي براحتك. شايفين شكل الدهون هنا عاملة ازاي؟ انا طبعا جربتها هنا الاول اهي، ده من غير اي صابون، ده بس استخدمت الملح. تعالوا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. اهو الملح اهو، وهتمسكي الدهون بايدك كده بالطريقة دي. بصوا مكانها الملح بيعمل ازاي. هنمسك بقى الملح وهننضف بيه الشفاط كله بنفس الطريقة. بصوا ده المكان اللي انا نضفت فيه بالملح اهو، وهنرجع نستخدم الملح تاني في كل جزء في الشفاط بالطريقة دي اهو. بعد الطريقة دي لا هتستخدمي لا سلك ولا صابون ولا اي حاجة من دي نهائي. ان شاء الله هتدعولي اللي جرب الطريقة دي، ان شاء الله هيدعيلي. لا سلك بقى ولا صابون ولا مية سخنة ولا غليه ولا نقعه في مية من قبلها بيوم، هو بس شوية ملح اهو. هنمسك الشفاط كله ننضفه بنفس الطريقة. المكان اللي بنضفه بالملح بيبقى عامل ازاي اهو. بصوا دي الاجزاء اللي انا نضفتها. هكمل الشفاط كله بنفس الطريقة. الملح اللي يقع ده هستخدمه تاني طبعا، الموضوع مش مكلف خالص. ده كله كيس ملح، ما فضيتوش كله كيس ملح، يعني قولي كيس ملح بجنيه هتنضفي بيه الشفاط كله. شايفين كده الشفاط ما شاء الله كله هننضفه كده بالملح بعد الطريقة دي. ان شاء الله هتدعولي. دلوقتي انا خلصت الشفاط بس باستخدام الملح. قلتلك لو خايفة على ايدك ممكن ان انت تستخدمي جوانتي عشان خاطر ايدك مش تتبهدل زيي. انا خلصته بس كل اللي انا عملته ده باستخدام الملح. ده فاضل بس هشطفه بشوية مية. معانا دي برضو نسيناها اهي، ممكن نعملها مع بعض دلوقتي اهي. بصوا نفس الطريقة اللي احنا خلصنا بيها الشفاط. هنضفها من جوه بس اهي، بتهيألي بتلاحظ الفرق. بصوا بتلاحظ الفرق بتعمل ازاي في لحظة اهي. هنضف الصفار اللي في الجنب ده وانضفها من جوه برضو، وبعد كده هرجع لكم وانا بشطفه معاكم. وانا معاكم خطوة بخطوة اهو، ما عملتش اي حاجة غير ان انا استخدمت الملح. هبدأ بقى ان انا انضف الجزء ده من جوه اهي. بصوا سهلة جدا وفي منتهى السهولة. انت لو نضفت نفس الشفاط ده
بسلك وصابون. كنت هتحتاجي كمية سلك كبيرة جدا، لان السلك بيتهري بسهولة من الدهون اهو. بصي هنضفها بقى دلوقتي من جوه، ملح نفس الملح اللي انا بستخدمه، وكل شوية بجدد منه شوية. هنضفها اهو. دلوقتي انا خلاص كده خلصت كل الشفاط باستخدام الملح. دلوقتي بقى الحرية ليكي، ممكن تشطفيه وتستخدميه زي ما انت عايزة. انا بس كل اللي انا هعمله، انا همشي عليه السلكة كده بس كأني بغسل مواعين، شوية سلكة وصابون زي ما بغسل مواعين ده عادي. طبعا هو خلاص نضيف خالص، مفهوش اي حاجة. زي ما انا بقولك كده، كل اللي انا هعمله نظام تلميع بشوية بالسلكة والصابون. هنضفه دلوقتي. هو شكله اهو زي ما انتوا شايفين، ده شكل الشفاط وده شكل البكرة كمان بعد ما نطفت، ودي كمان نضفتها زي بنفس الطريقة. كل اللي انا هعمله زي لما انا قلتلكو، ان انا بس هلمعه كده بالسلكة كأني بغسل اي طبق ولا اي حاجة. طبعا مش هياخد اي مجهود، لان الشفاط الحمد لله بقى كله نضيف، وهنشوف النتيجة النهائية مع بعض. وبكده نكون خلاص دي النتيجة النهائية للشفاط. الحمد لله بقى كله نضيف تماما، وبقى شكله حلو اهو، مفهوش اي حاجة، والموضوع كان سهل وبسيط، مخدش مني كله على بعضه ما كملش 10 دقايق. اتمنى النهاردة الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو والفكرة بتاعتي، ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اسفل الفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.